شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير المملوكة للحكومة بتعمل مفاوضات عشان تبيع أرض مشروع هيليو بارك. الأرض دي بين مشروعين الرحاب ومدينتي ومساحتها 1695 فدان. التسريبات ما كشفتش مين المستثمر اللي هيشتري الأرض، بس قالت الحكومة ممكن تبيع الأرض بخصم 40% عن سعرها الحقيقي، واللي بيوصل بين 25 و30 مليار جنيه تقريبا. والشركة وضحت إن الخصم ده لسببين. السبب الأول إن المستثمر هيدفع ثمن الأرض كاش بدل ما يقسطها على 5 سنين زي ما باقي المستثمرين عرض. والسبب التاني ان المشروع رايح لمستثمر محلي مش لجهة اجنبية. وارتفع سهم الشركة بعد الخبر ده 11%، ووصلت قيمتها السوقية ل 16.2 مليار جنيه. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد.